وبالنسبة للجعادين تنطلق فعاليات هذه الانطلاقات الصباحية بقوة الأعداد والشعارات المشاركة. بالتوفيق إن شاء الله لكل الأخوة المشاركين ولكل الأخوة الحاضرين والمتابعين عبر شاشة دبي ريسنج، الشاشة العملاقة التي يتابعها ملايين الجماهير من خلال كل الانطلاقات التراثية. نسير مشاهدينا الكرام بكم من خلال هذه اللحظات عبر طريق الناموس وطريق التحدي المنشود في هذا المضمار وهذه التحديات. نسير مباشرة إلى أول المراكز وأول المنطلقين الذي يسير بهذه النخبة من الجعادين المحليات الأصائل. ما شاء الله تبارك الله، أعداد كبيرة ووفيرة. هنا البداية شاهين هادف بن محمد بالكربي اللي يتقدم وينطلق في هذه اللحظات باحثا عن الفوز الأول والانطلاقة من خلال شوط الجعادين. المركز الثاني نقله مباشرة أيها الحفل الكريم. المركز الثاني نقل مشاهدينا الاعزاء الى هملول سعيد بن راشد بن حمد بن غدير صاحب ضربه البدايه مع غلا الذي احتلت المركز الاول في شوطنا الاول. بينما المركز الثالث هناك وصل شاهين مسري بن سالم بالعرطي الحميري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس نقل مباشره الى الاسد سعيد بن عبيد السبوسي يحتل المركز الخامس. بينما المركز السادس هنا تسلل مشعار بالشاوي في هذه اللحظات، وهنا خوف حمد بن راشد بشاوي الغفلي يحتل المركز السابع. أما المركز الثامن فيصل شعار بن مفتاح الشامسي مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي من قدم شاهين في هذا الشوط. والمركز التاسع من الجانب الآخر هناك تسلل على المركز التاسع. بينما المركز العاشر يحتل مغامر أحمد بن سعيد بن حلوة يأتي يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة الأولى أيها الحفل الكريم لمستوى هذا الشوط لرقي ومتابعة الانطلاق القوي. عودة إلى البداية، عودة إلى هملول سعيد بن راشد بن حمد بن غدير من احتل البداية الأولى أيها الحفل الكريم وسار في درب الناموس، سار في درب التحدي. أكيد مشكور يا أبو الشبابي سالم بن مبارك الزرعي على تقديم هذه النوعيات. بينما المركز الثاني أرى شعار بن حلوة يتدخل، هنا لحظات وصول شاهين أو هادف بالكربي العامري يحتل المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنا اللي فاجأنا الله يا سليل وصل محمد بن دغاش العامري يصل ويحتل المركز الثالث في هذه اللحظة. بينما المركز الرابع نشوف المركز الرابع، المركز الرابع على الحول الكريم شاهين معضد بن سعيد بن عيلان المهيري وصل خذ المركز الرابع. بينما شاهين يحتل المركز الخامس مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي في المركز الخامس. والمركز السادس وصول مشاهدينا الاعزاء من قبل ضحضاح واصل محمد بن سيف بالعبد النعيمي وصل وخذ المركز السادس. والمركز السابع في هذه اللحظات مياس خلفان بن عبيد المزروعي. والمركز الثامن، المركز الثامن حمد بن راشد بن شاوي الغفلي. بينما المركز التاسع مبارك بن محمد بن زاهره الخيالي او محمد بن مبارك بن زاهره الخيالي. بينما المركز العاشر عندك يا ابو الصلف من يحتل المركز العاشر في هذه اللحظات او مكلف سعيد بن ناصر الدرعي. هذه النتيجه، هذه لحظات مشاهدينا الكرام من اجمل اللحظات في تنافس هذه الشعارات في ارضيه هذا الميدان بدايه الافتتاحيات. ولكن ضحضاح الان غير وانتزع المركز الاول. يلا يا ضحضاح راح مع الناموس مشاهدينا محمد بن سيف بالعبد النعيمي. يلا يلا روح مع ميدانها للسد اكيد في انتظار الناموس والسلامات في هذا الصباح الجميل. بينما المركز الثاني ياتي بن مفتاح مبارك بن راشد بن مفتاح الشامس اللي يحتل المركز الثاني بوجود شاهين مشاهدينا الاعزاء. والمركز الثالث محمد بن دغاش العامري يحتل المركز الثالث ليقدم لنا سليل في مستوى هذا الشوط. بينما المركز الرابع واصل الدرعي وخذ المركز الرابع سعيد بن ناصر الدرعي من يحتل المركز الرابع. ولكن عودة إلى الكيلو الأخير، عودة إلى الكيلو الأخير في هذا المستوى وهذا النشاط الصباحي. ولكن بالعبد لا زال مسيطر هناك محمد بن سيف.
العبد النعيم يا ايها الحفل الكريم لا زال مسيطر حتى اللحظه، وهو ضحضاح بالفعل على ناموس هذا الشوط، لا زال يتقدم يقدم هذه المتعه الجماهيريه الكبيره. محمد بن سيف العبد النعيمي، لكن حذاري يا بالعبد، اشوف الجماعه هاجمين، اشوف الدرع يهاجم، واصل وبن مفتاح واصل، مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، حرك حرك وروح روح مع الضحضاح، لكن اشوف الدرع واصل هنا على المركز الثاني، سعيد بن ناصر الدرعي هنا يقدم لنا مكلف في ثاني المراكز، بينما ضحضاح هو من يستمر ايها الحفل الكريم في الابداع هناك على ارضيه هذا الميدان، لا زال على المركز الاول في سيطره واضحه وناموس مستمر. مشاهدينا الكرام، هو الان في ال 400 متر الاخيره، سلام لاهالي العين، سلام سلام لاهالي الظاهر مع هذا الانطلاق الجميل، مع هذا التحدي المثير. سلام محمد بن سيف العبد النعيمي من يصل الى المركز الاول ليقدم ضحضاح في ناموس هذا الشوط، في تحدي هذا الشوط هنا من خلال هذه الانطلاقه. سلام واسعد الله صباحكم اكيد يا هالي، نعم على هذا الانجاز الكبير من خلال ارضيه ميدان المرموم، تحفه ميادين السباق تقدم الناموس والتحدي الجميل. محمد بن سيف العبد النعيمي يصل خاطفا المركز الاول في متعه وتحدي كبير على ارضيه الميدان. المركز الثاني سعيد بن ناصر النعيمي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث نواف صالح بن محمد بن راشد الجهني، والمركز الرابع المركز الرابع شاهين مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، والمركز الخامس ايها الحفل الكريم وصل به رزين المسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي من احتل المركز الخامس. هكذا ايها الحفل الكريم الخمس المراكز الاولى من خلال الانطلاقه والتحدي ومشوار التنافس الجميل الذي دارت رحاه بين هذه الجعادين المحليات الاصايل، وكان ضحضاح نجم هذا الشوط محمد بن سيف العبد النعيمي بست دقائق ست ثواني سبع اجزاء من الثانيه ليهدي الناموس لمالكا من خلال هذه الانطلاقه وهذا التحدي من ضمن الكيلو الاخير، واستطاع ان يحسم هذا الشوط لصالحه. بينما المركز الثاني كان مكلف سعيد بن ناصر الدرعي بست دقائق سبع ثواني وسبعه اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس يا الدرعي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث من حل مشاهدينا الكرام وانتزع هذا الموقع نواف لصالح بن محمد الجهني بست دقائق ثمان ثواني سبعه من الاجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس للجميع على هذا الانطلاق وهذا